اهلين، كيف كنت الاخبار؟ يلا نكمل عشان عندنا البيت السكن ب 11 الشهر، صح؟ 11 12 جد انا الحمد لله. طب ليش انا شايف 11؟ شو يا اخي؟ حدا عنده سؤال؟ جاي بدي اخلص. طيب هلا تغيير الفرايد، في طلاب عم يجوا يسالوني، بيحكوا لي دكتوره انت حاطه بالاوت بيشنت من 7 ل 14 والكتاب حاكي من 5 ل 7 وحاطه كرايتيريا الكتاب نوعا ما انه ممكن انه نختصرها من 5 ل 7 وحاط شروط معينه. احنا عشان ما نتخربط ونضيع، لانه رجعت امبارح للاي دي اس اي جايد لاينز 2022 بيقولوا انه فلوروكوينونز الاوت بيشنت ستيك اوت لاين سبرم من 7 ل 14 يوم، يعني ستيل مصرين عليها. فاحنا عشان ما يصير في خربطه خلص كنا نتفق انه الاوت بيشنت فلوروكوينونز ويتش از، يعني احكي لكم شو نسبتها قليله جدا، فلوروكوينونز مش مزحه عرفتي، بس انه اذا اجانا هذا المريض اللي ما عنده لا نوزيا ولا فوميتنج ولا شيء ومش تعبان وكويس وطلع انه عنده فلوروكوينونز ممكن انه نمشي اوت بيشنت 7 ل 14 يوم فلوروكوينونز. ممكن ياخذ اول دوز اي في بالعياده ويكمل اورال او ترانسكريم سفامتكسازول بالتحديد هذول الايجنت لانه الفايبيليتي انهم كويسه كثير. اختصرنا الموضوع. احنا المره الماضيه وقفنا عند اظن بريجننت. هلا ليش اليو تي اي بالحامل كومون؟ لانه بصير في عندنا يورينال ستيسس،
بيصير في ريدكشن بالديفنس ميكانيزم وانكريز يوراري يورين قصدي يعني كونسنتريشنز اوف امينو اسيد فيتامين نيوتريينز كله هذا بيزيد اللي هو البكتيريا اللي جوا. اوكي الباثوجنز بتتوقعوا نفسهم اللي شرحناهم قبل ولا في شيء جديد؟ نفسهم ما في شيء تغير عليهم فقط في حامل بس نفس الجسم. طبعا تذكروا مش عارفه اذا حكينا احنا حكينا انه مثلا افرضوا انه انا عملت فحص هلا وطلع عندي يو تي ايز انا ما عندي ولا اي سيمبتوم شو بعمل بحالي؟ ولا شيء ما في تريتمنت. اوكي هلا الحوامل حتى لو اسيمبتوماتيك شي شود بي تريتد يس لانه احنا ممكن تتطور معها لديش الريسك فاكتورز اللي حكيناهم تصير عندها بيليونفراكتس وهي مو حاسه. فاذا فقط الحامل او من ضمن الاسيمبتوماتيك الحوامل سواء عندها سيمتوم او ما سيمتوم لازم تشوفي تريت. طبعا كيف بنعرف كيف بنعرف احنا اصلا اذا هي عندها بكتيريوليا اللي هو سكرين يعني هي بتيجي من ضمن التشيك اب بتروح تفحصي عينه البول فحصوا لقينا فيها انه كرايتيريا اوف بكتيريوليا اذا بنروح نعمل نعطيها تريتمنت. اوكي طبعا حكينا زمان اذا بتتذكروا طبعا احنا زمان ان عن جد حاكين عن اسبوعين حكينا انه السيستايتس اول وحده قلنا نايتروفرنتون ممتاز فوسفومايسين كذا بس الحوامل كله هذا نشطب عليه. اوكي لانه كمان يعني نوعا ما بدنا شيء كثير افكتيف. اوكي يعني السيده الحامل تختلف عن غير الحامل بنروح اكثر. طبعا يا صبايا ليش في حكي عارفه برجع كل مره بنسوي دي باجه عنا وزهقانين وكذا وجايين عشان حضور وغياب بس بنتحمل بعض. في ناس تسمع بليز تكست هاي اخترعوا التليفونات تكستينج بيرفكت احكوا قد ما انا والله بعمل شات تكست ساعه بعض لما يكون عندي يعني اي كان دو ات يعني فخلص تكست ايتش اذر والامور تمام ماشي. افويد ترانزيتنج حكينا فلوريفونينونز ما بنعطيهم بالحوامل هاي متاكدين منها. بس شو بدي اعطي بالحوامل بيجي عندي اللي هم الاشياء السيف اللي هم اموكسيكلاب مثلا بيجي عندي سيفالوسبورينز الاورال او الاي بي حسب شو نوع الكيس. اوكي بيبراسيلين اذا دخلتها ومضطره اعطيها شيء مثلا اي في اوكي او فور سام ريزن لازم اعطي. اذا الاشياء السيف في الحمل ببعد بس عن الفلوروكونيلونز ترايميثوبرين مثلا. اوكي ببعد عنها ماشي الحال. طيب هقولنا البيبرنفايتس بتها هاسبيتاليزيشن واي في انتي مايكروبيز. اخر شيء اللي هو البروستاتايتس هو انفلاميشن بالبروستيت جلاند ديو تو الشباب هلا ديو تو انفكشن يوجوالي فروم بكتيريا كوزز ان كومون ان يونج ومن بات انسيدنس انكريز افتر ايج اوف 30 وتقريبا يعني اقل من النص في مرحله من حياتهم دي ويل اكسبريس اكسبيرينس بروستاتايتس. طيب كيف بتيجي اكوت بروستاتايتس ديفر فروم كرونيك ان ذير ريسبكتيف ساين اوف سيمبتومز. الناس اللي بيجي عندهم اكوت بروستاتايتس بيجوا بفيبر chills, localized rectal pain, dysuria, urinary straining, increase with urinary frequency and irritation. Okay. الأشخاص اللي بيجي عندهم chronic prostatitis بيجوا بـ difficulty urination, perineal pain, recurrent UTI, epididymitis, urethritis, low back pain. اختلفوا الأعراض. هسا pathogens تقريبا 75% E. coli again. بيجي عندكم بعدين إكليبسيا لو بروتيس وبعض الحالات إنتيروبكتيريوس زي سودومونس كمان وممكن مرات السكشوالي ترانسميتد ديزيز زي الجونارية إنها كمان تعمل اللي هو كرونيك بروستاتايتس أو أكيوت بروستاتايتس. طيب التريتمنت بحكي لي فلوريكونيلونز رجعنا لنفس الشيء فلوريكونيلونز ترانسميتد سلفاميثكس دول ممكن بحالات البروستاتايتس انه نلجا للي هو سيفالوسبورينز او بنسيلين زي اموكسيكلاب اموكسيسيلين كلابيلينيت ناس يحطهم كلابيلينيت بس مين ستي هو ترايميثابريم اند سلفاميثكسيزول. طيب في حدا عنده سؤال على اليو تي اي يا جماعه؟ اوكي هاي هون ما فيش شيء. ننتقل للموضوع الثاني اللي هو البي بي سي. صراحه البي بي سي هي سوبرفيشال فانجل انفكشن احنا بس رح نشرح البلغو مجانا الانفكشن صفحتين بالكتاب شيء كثير بسيط برضو بدي احاول امشي فيها سريع عشان نبلش بالمنجايتس لانها رح تاخذ وقت كثير ماشي كلكم اليوم هيك مشان ما تزهقوا تنويع فقره هون فقره هون. طيب هلا سوبرفيشال مانجل انفكشن ليش احنا بنشرحها بعد اليو تي اي؟ لانه بتيجي السيده على الصيدليه بتقول عندي حرقه في البول. اوكي بروح انا بفكر انه حرقه في البول شو
بيوتي اي وبعطيها سبرو او بقترح عليها شيء وبعطيها اياه بتروح ترجع بتقول لك ما تحسنت او هي بتيجي مشخصة حالها بتقول بناء على حال عن جد وبيجي هيك بتقول لك بتقول لك عندي التهاب مسالك ما بتعطيني علاج التهاب المسالك هلا بجوز انت ما تسالها يعني فاهم بجوز ما يسالها خلص يروح يعطيها شيء او هي اذا بتسالها بتقول لها كيف عرفتي انه عندك بتقول لك عندي حرقه بالبول يعني هدول كثير فيهم مس كونسبشن عند الناس انه حرقه في البول اي حرقه في البول هي مسالك او حتى انه المسالك وال يعني اليوريثرا والفاجينا هم نفس الاورجانز نفس الشيء نفس الكذا بيعطوني نفس الالتهاب في هاي المنطقه خلص فهو انفكشن فاذا فيهم كثير من رح نحكي عن الفانجل انفكشن بالتحديد اذا شو في انفكشن ان وومن والفاجينا انفكشن positive for candida species فقط اللي بيكون مسؤول عنها كانديدا common معظم ال women experience this at some part of their life في عنا نحكي عن uncomplicated BVC و complicated BVC uncomplicated بحكي لي mild to moderate symptoms تيجي أعراض خفيفة المريضة ما بتكون عندها any immunocompromised condition she's not diabetic ما عندها أي condition تاني كانديدا البيكنز هلا إذا بتذكرين وين هتاخدوا هالأشياء مايكرو اللي هو في عندنا كانديدا البيكنز اللي هي تقريبا the most common type of candida وفي عندنا مجموعة كبيرة اسمها نان البيكنز بندرج تحتها كتير من ال species okay وبحكي لي إذا هي ما عندها أي identifiable precipitating cause complicated BVC بتكون recurrent بتتكرر عندها الومن وعندهم uncontrolled diabetes تذكروا باليو تي اي لما حكينا انه كثير كومن باليورين تبع الدايابيتيك بيشنتس انه يكون يو تي اي سببها كانديدا اذا متذكرين اوكي فنفس الشيء كمان كانديدا از كومن تو كوز اللي هو بي بي سي بدايابيتيك وومن بريجننسي او ابنونو واذا كان الانفكشن سببه نن البيكنز اوكي بنسميه كمان كومبليكيتد ليش؟ لانه نن البيكنز بالعاده ريزيستنت اكثر اوكي طيب هلا ريكرنت بي بي سي بحكي لي انه 4 فور اور مور ايبسود بير يير اوكي ليس ذان 5% اوف وومن تكون عندها فري انتيرفال مش ريلابس ريكرنت يعني تعالج بتصير منيحه بتمرق فتره منيحه بيرجع الانفكشن اوكي طيب هاي حكيناها خلينا نطلع بس على السريع هو نفسه مكرر هون شو هم الريسك فاكتورز اللي ممكن يزيدوا عندي البي بي سي بحكي لي اللي هو برود سبيكترم انتيبايوتيكس انا بعطي برود سبيكترم سيركلينج للنورمال فلورا اوفر جروث للفانجل انفكشن سيستم كورتيكوستيرويد او اميونو سبريسانس نفس الفكره سكشوال اكتيفيتي ريسنت سكشوال انتركورس اوكي تايت فيتنج نان ابسوربنت كلوثينج اليفيتد استروجين ليفل سواء كان عن طريق الحمل او انها تاخذ اورال كونتراسبتيفز اوكي تشينجز بالفاجينال بي اتش في عندي ريزرفوار اوف كانديدا بالجي اي اوكي يعني في مش احنا زمان حكينا انه مثلا انتيروكوكس قلنا كيف بتقلي حتى الايكولاينين بيجوا على اليوريثرال اوبننج وبيعملوا يو تي اي من الجي اي من الريكتال اوبننج نفس الشيء هاي المريضه فور سام ريزن عندها يعني كولونايزيشن اوف كانديدا بالجت اريا وديابيتس كمان هو ريسك فاكتور اللي هو خلينا نقول هاي جلايسيميك شوجر باليورين وبهاي يعني بيساعد بالبلد كمان بيعمل على اوفر جروث اوف كانديدا شو الاعراض اتشينج سورنس بيرنينج ديس يوريا اوكي ديس بارانيوريا اللي هي بينفول انتركورس بالنسبه للساينز نان اودرس فاجينا ديسشارج ممكن يكون يلو ممكن يكون جرين اريثميا فيشرز بهاي المنطقه طيب هلا كيف بدنا نفحص كيف بدنا نتاكد في عندنا اللي هو مايكروسكوبيك انفستيجيشن بنشوف شيء اسمه بلاستوسبورز اللي هم او سودو هايف اللي هي بالمورفولوجي اوف الفانجل نفسها ممكن نشوفها ايش كمان الفاجينال بي اتش تشينجز بتنفحص كمان بتكون اقل من او لحد 4.5 الكلتشر برايكم استخدامها كومن ولا مش كومن صراحه هي البي بي سي بتتعالج او تي سي اوكي يعني حتى مثلا مثلا فيوسيتين هلا هو في منه كريم في نوعين بنعرفه كلياتنا نقول مايكو هيل مثلا اللي هو انتي فانجل كريم صح؟ هلا مثلا نحكي في الدول اللي هي انتي بايوتيك بريسكربشن مفعل عندهم الفيوسيتين باي بريسكربشن بس المايكو هيل از او تي سي اوكي يس لانه هي بيعتبروا انه هذا كومون رح يتكرر عند السيدات فشي كان تريت هير سيلف باي هير سيلف فبالعاده ما بنعمل كلتشرز الا بحالات ريكرنت يعني رايحه جايه نعرف لشو السبب اوكي او نتاكد انها تكون ممكن تكون اللي هو قلنا عنهم النان البيكنز
طيب إذن بدنا نساعد المريضة relief the symptom, eradicate the infection, re-establishment of normal flora, prevent the recurrence. هلأ non-pharmacological tips مهمين كتير بنفس أهمية الأدوية. Keep genital area clean and dry, مهم كتير, يعني في علاقة بين dryness أو خلينا نقول moisture والفنجر. Okay. Avoid prolonged use of hot tubs, حكينا عنها قبل كمان زمان, قلنا hot tubs هذا عبي الباث, شو اسمه هو؟ البانيو, ايوه, احط فيه مي سخنه واقعد فيه, هاي مش دلال ولا شيء, هاي كلها امراض ليجونيلا سودوموناس. عن جد ليش اصلا هلا كل الشيء جديد, واحد بده يعمل بيت جديد كله بيكون شاور بوكس, ليه؟ عشان خلص يمنعوا هذا الكلام كله. اوكي, اذا الهوت تامس هاي كلها بتساعد على نمو البكتيريا والفنجس. اوكي, خصوصا اذا رحت على اوتيل او مكانات زي هيك ما بتعرفش انت شو الهايجين ليفل. اوكي, avoid constrictive clothing, avoid مشاعر الدوشينج, ما بدنا ولا شيء, افضل شيء التغسيل بالماء, ما بدنا ولا شيء يغير البي اتش. اوكي, avoid soaps in genital area. طيب هلا بدنا نروح على التريتمنت اوبشنز. هلا مطلوب منكم هون تكونوا عارفين اسماء الخيارات مدتهم وشو الدوسج فورم. اوكي, فبحكي لي حسب شو حاله المريضه الان كومبليكيتد, بعطيها 1 day therapy او 3 day therapy او 7 to 14 day therapy. خيارات ممكن تكون مثلا زي نحكي بوتوكنازول سستيند ريليس كريم بينعطى انترا فاجينالي از ا سنجل ابلكيشن مره واحده وخلص, فلوكنازول الحبه المعروفه. اوكي, شو اسمها التجاري؟ فلوكان. اوكي, 150 مره حبه مره, او انه بعد يا اما مره وخلص, او في خيار ثاني شو هو؟ ترجع تعيدها على اليوم الثالث بالضبط. اوكي, يعني في هيك وفي هيك. وتيكانازول اوينتمنت, اذا هذا كمان انترا فاجينال سنجل ابلكيشن. عندكم من خيارات الثلاث ايام برضه بيتوكانازول حكينا, عندكم مثلا في شيء اسمه فاجينال تابلت, في شيء اسمه فاجينال سابلاتوري زي مايكانازول. اوكي, 7 to 14 دايز في عندنا كمان سابلاتوريز, فاجينال سابلاتوريز, كريم انترا فاجينال تابلت, هيهم كلهم. اذا الاورال الشيء الوحيد الموجود اورال اللي هو بيتوكانازول. اوكي, اذا هدول مهم تحفظوهم بالشكل اللي حكيت لكم اياه, اللي هو الديوريشن وشو نوعه وشو الاسماء. طيب البريزنسي كمان اجين نفس كيف مشكله اليو تي اي, برضه البي بي سي فيري كومن ان بريجننت وومن. اوكي, از فيري كومن ديو تو اليفيتد استروجين اللي قبل شوي حكيناها, لوور ريسبونس ريت, فريكوينت ريكيرنس. كمان الحوامل ايش لازم نعطيهم؟ بالعاده لازم اقل شيء من اسبوع لاسبوعين. معظم التوبيكال انتيفانتلز ار كلاسيفايد از كاتيجوري سي, في عندكم كلوترايمازول كلاسيفايد از كاتيجوري بي, فلوكانازول كمان سي. اذا بعطي بس سنجل دوز, اذا اعطيت اكثر من هيك بصير دي. اوكي, فهي هي الخيارات بالنسبه للحوامل, برضه كمان انتبهوا عليهم. طيب هذا كله سهل, خليني امرق على الشيء اللي بدي احكيه. طيب هلا سايد افكتس تقراوهم. هلا ريكيرنس, بس انا عالجتها هي عم بتكرر عندها, في اشي بقدر اعمل لها اياه؟ تذكروا كنا زمان باليو تي اي مثلا نقول انه ممكن نعطي بروفيلاكس صح عشان نمنع الالتهاب او الريكيرنس, حكينا عن شو لهم خيارات البروفيلاكس. نفس الشيء هون, بس هون ما بنسميه بروفيلاكس, بنسموه مينتنس ثيرابي. خلص بدها تضل عليه تقريبا في اشي 6 شهور, في اشي بينعطى يومي, في اشي بينعطى اسبوعي, في اشي بينعطى شهري. يعني ممكن تمشيها على فلوكانازول كل شهر حبه لمده 6 شهور, وممكن تاخذ مثلا اتراكانازول حبه كل يوم لمده 6 شهور. يعني تختلف حسب حجم اللي هو قديش المريضه, شو الريسك فاكتورز اللي عندها, قديش هي متضايقه بالضبط. اوكي, نان قلبي كانز. اوكي, مثلا افرضوا انها كانت هي عم بتفوت في هذا الريكرنت لانه بتطلع كل مره نان قلبي كانز, زي مثلا كانديدا ايش اسمها كروسي, منيحه شطوره اللي بتذكر كروسي مثلا. اوكي, اسمها حلو بالضبط, وحده هذلاك لابراتا وبارا ابي بي ايه مريبات. المهم يعني جد والله ما ادري ما هذول الاشياء الكارديو حلوه, هي كلمات صح. طيب اذا ممكن هاي الخيارات حسب المرض, فانتوا بدكم تعرفوا انه انا بس اعالجها واخلص بمشيها على مينتنس ثيرابي عشان امنع انها تضلها تتكرر عندها الالتهابات. اوكي, هاي بالنسبة للكيف والله خلصنا, هاي كله خلصنا, هاي كيف اليوم الأمور معلش يلا عشان من جاي يعني كتير طويلة شوي طلاب تصفيقوا هلا.
بي بي سي هاي سناك اب. هلا نيجي على المنجايتس. هلا متذكرين الاناتومي؟ لا بسألكم هذا السؤال تقولي لي اه مش متذكرين ولا شيء، بس مش مشكله. اوكي هلا المنجايتس في عندنا 3 لايرز. اوكي في عندنا سكال بيجي تحتها الدورة معتر اركينويد بيا معتر. هلا المنجايتس بحكي لي انفلاميشن اوف سب اركينويد سبيس. اوكي سب اركينويد سبيس اوكي اللي هو البيا معتر انفكشن او انفلاميشن بهاي المنطقه. في عندنا شيء اسمه انسيفالايتس. الانسيفالايتس انفلاميشن اوف برين تيشو نفسه بيكون بالعاده فايرال، رح نحكي عنه بعدين. وفي شيء اسمه مينجيو انسيفالايتس اللي هو انفلاميشن بالسي اس اف والتيشو في ابسس. اوكي في عندنا كمان برين ابسس. طيب هلا السي ان اس انفكشن المينجايتس بنعتبرهم من التوب نيورولوجيكال ايمرجنسيز ريكواير برونت ريكوجنيشن، ما لازم نتاخر في السسبشن اباوت المينجايتس. برونت دايجنوستس برونت ثيرابي، بالعاده الثيرابي اكيد رح يكون اي في ورح يكون بكتيري سايدر ورح نحاول نغطي القدر الاكبر. اوكي يعني ما فيه مجال للتراخي. طبعا ليه كل هالشده هاي؟ لانه ما بدنا الكومبليكيشن. اوكي زمان السحايا، يعني هلا طبعا في تطور رهيب صار في انه سحايا بالعربي انه ديو تو قلنا هذيك المره حكيتها كل مره بحكيها اللي هو نيومكوكال فاكسينز. اوكي رح تشوفوا انه من الاسباب الرئيسيه اللي هي ستريبتوكوكس نيومونيا، نيومكوكال فاكسين كثير خفف من حالات المنجايتس. منجايتس ذا سيريس انفكشن انا بسبب نيورولوجيكال كومبليكيشنز هيرينج لوس. اوكي الليرنينج بتاثر على البرين نفسه وهذا بينعكس على الليرنينج والميموري. طيب اذا حكينا فاكسينز حكينا انها عملت دروب. طيب في عندنا اللي هو الاسباب. اوكي ممكن تكون الانسيفالايتس سببها فايروس. طب هذا كله رح نحكي كمان شوي. طب شو اللي بيخلي السؤال الحلو هون انه طيب ليه كثير مرات قبل فتره هيك مرقت في المدارس بعض المدارس هيك صار الاوت بريك من المننجايتس؟ يعني شو الاسباب ممكن تؤدي لمننجايتس؟ اوكي سؤال مهم كثير. بحكي لي في عندي 5 اسباب: انفايرمنتال، ريسنت انفكشن ان ذا بيشنت يعني رجع بالالتهاب مره ثانيه او من مكان ثاني، اميونو سبشن ستيتس، سيرجري، تروما، نون انفكشن كوزز. انفايرمنتال بحكي لي ريسنت اكسبوجر يعني كلوز كونتاكت بالمننجايتس، يعني مثلا طفل بيروح على الحضانه انعزل من ولد ماشي الحال. اكتيف اور باسيف اكسبوجر تو سيجرت سموكينج، كلوز ليفينج كونديشنز، الاشخاص اللي بيعيشوا بيه زي ما قلنا سكنات عسكريه، سجون، ديكير، بيكونوا قريبين من بعض. هذا اذا اخذ الانفكشن من الانفايرمنت. ريسنت انفكشن كل مره حكينا عن اوتيتس ميديا وساينوسايتس حكينا انه الريسك فاكتور يؤدي الى ميني كومبليكيشنز تسبب عندي مننجايتس. نيورو سبريشن سواء كان عندي اي نيورو سبريشن طلعوا كل الكونديشنز بتكرروا معانا دائما سيروسيس، اتش اي في، دايابيتس، بتعرفوهم. سيرجري تروما، شخص عم بيعمل نيورو سيرجري، اي جراحه هسه رح نشوف بعدين احنا انه من مضاعفاتها يصير انفكشن بهاي المنطقه. اوكي فاي نيورو سيرجري ممكن يكون من الكومبليكيشنز صار في كونتامينيشن وسبب عندي مننجايتس. هيد تروما، حادث جان شوت بدكم اياه. سي اس اف شنط، الاشخاص اللي بيركبوا شنط سي اس اف. اوكي او كوكليير امبلانتس، زراعات اذنيه، جسم غريب فورين، نفس الشيء سيدنج بكتيريا. او نون انفكشن كوزز يعني مالجنانسيز، اوتو اميون ديزيز، تروما، بتزيد الريسك كمان عند الاشخاص هذول. هذا التابل واضح عندكم هون؟ مش عارفه ليش بلاري طالعه الصوره، بس هي يعني القصد انها كويسه. لا واضحه اللي هذا التابل مهم كثير كثير كثير. بحكي شيء منه كثير اسئله، ها كويس هيك؟ ماشي. هسا ليش بحكي هالحكي؟ لانه سمرايز معظم كل فكره الامبيريكال ثيرابي بالمنجايتس. الامبيريكال ثيرابي في المنجايتس قائم على انك تحدد العمر للمريض او اللي هو ريسك فاكتورز معينه. اوكي بعدين تعرف شو الموست لايكلي باثوجن. يعني كنت بالمستشفى زيارة للعائلة. اوكي لا هي كانت تزور لا بالكيسز هلا وتشوف شو هي الامبيريكال ثيرابي. هلا خليكم هلا نشرح التابل ونخلص يا جماعه. ما فيش اشياء هلا بحكي لي اذا كان
مكان حسب العمر مقسم. هلا عندي الليست يعني 3 مانس، يعني شو نسميهم هدول يونتس. اوكي في عندكم اللي هو جروب بي ستريبتوكوكس، في عندكم الشيل الشوكولات، في السيلا الستيريا مانوفاكتشرز. هاي الستيريا شايفينها نفسها كمان ترجع لي عند الالدرلي فوق الستين. اوكي اذا الستيريا هاي اسوشيتد وذ اكستريمز اوف ايج، كثير صغار وكبار. هلا ايكولاين بيرسي جروب بي ستريب هاي منين بتيجي؟ حدا عنده فكره؟ هاي بتيجي من الام. اوكي كثير بنسمع انه صار في ولاده، الولد منيح كويس، يومين دخلوه خداج او على الاي سي يو، ليش؟ طلع عنده مننجايتس، يونينتال مننجايتس بنسميها. هاي بيكون هو الطفل لقى عدوى من الام، جروب بي ستريب انتقلت اثناء الفاجينال ديليفري من الام للطفل. عشان هيك كل الحوامل بنعمل لهم على الاسبوع 37 جستيشن سكريننج، بياخذوا سواب بيعملوا زراعه، اذا طلع في جروب بي ستريب بتتعالج قبل الدليفري تو بريفنت اللي هو النيونيتال مننجايتس. ماشي. هلا عندكم من عمر 3 شهور لحد 60 سنه هم نيستيريا وستريبتوكوكس نيومونيا. اذا ستريبتوكوكس نيومونيا ذاتس واي احنا بنركز على الفاكسينيشن، لانه تقريبا يعني من 3 سنين من 3 شهور ل 60 سنه هي اول اباوت ستريبتوكوكس ونيستيريا. طيب في عندكم الاميون كومبرومايز. هلا الاميون الدبلي بيشنتس ستريبتوكوكس برضه جرام نيجاتيف بس اللايف ستيريا زي ما حكينا. الاميون كومبرومايز عندنا ستريبتوكوكس نيومونيا ستيل موجوده. اوكي في عندنا نيستيريا ليستيريا وممكن جرام نيجاتيف بالتحديد ممكن تكون سودوموناس which is expected يعني. اوكي لانه هذول الاشخاص من الكومبرومايز بيكونوا يعني يلقطوا انفكشن ويسبب عندهم سودوموناس. ماشي الحال تكون سودوموناس. هاي بالنسبه لوين؟ لهدول الاشياء الاشخاص اللي خلينا نقول بناء على العمر يعني فقط لا غير. هلا في عندنا اذا الشخص عامل جراحه، طب انا عملت نيورو سيرجري معينه وصار عنده ايش تتوقع يكون السبب؟ مستشفى يعني دخل يعمل عملية ميزر. إذا لازم نذكر ومين كمان بنت عمة سودوموناس، دول لازم نفكر فيهم دائما. أوكي إذا الشخص بيعمل اللي هو بيحكي لي سيرجري أو توما بنفكر في ميزر، بنفكر في سودوموناس، ضل واحدة نفكر فيها فكرنا فيها هذيك المرة لما حكينا على الكاتيتر في اليو تي آي ستاف إبيدرمس. أوكي إذا إنه هو في سيتنج بيسمح بالكونتامينيشن اوف ستاف ابيديرمس وستاف اوريدي ستاف اوريدي موجوده كمان، وهي بنحكي عن ميرسا ليفل وبنحكي عن سودوموناس. هلا هدول اللي حكينا عنهم اخر شيء. اوكي يعني هذا الكتاب كله عم يتكرر فدونت فانك، هي نفس الجمله عم يعيدوها على كل نقطه. شو برايكم انسب شيء اني اعالجهم؟ امبيريكال ثيرابي. انا بحكي عن صحتي هو التروما والسيرجري اللي انا عم سسبكت من ميرسا سودوموناس. فانكومايسين اتس ا ماست، اذا اول شيء فانكومايسين او اللي نزلت ماشي الحال، بلس بحكي لي سيفيبين سيفتازيدين ميروكانين. اوكي كونسيدر امبيريكال ثيرابي اوف تو اكتيف انتي بايوتيك اجينست سودوموناس. معناته بالنهايه ايش الامبيريكال ثيرابي تبعي رح يكون؟ ميرسا وسودوموناس، وايش يغطي سودوموناس وبحكي لي بدك تعطي تو. اوكي نفس ما عرفنا قبل ميروكانين مثلا مع ديموفلوكسيسين، اذا هاي كلهم نفس الشيء على فكره. اوكي اذا بحاله برجع بعيد بحاله ما تحكوليش ما عرفناش وما شفناش ايوه ها هيك بقول انه مننجايتس عامل نيورو سيرجري، بعد النيورو سيرجري سسبكت مننجايتس، شو الموست بروبلي ابروبريت امبيريكال ثيرابي؟ بتقولوا فانكومايسين مع تو انتي سودومونال كفرج، والانتي سودومونال كفرج حفظناها واحد بيتا لاكتام واحد من بيتا لاكتام. بموتكم اذا بشوف حدا غلطان بي هذا السؤال. ماشي طيب مثلا ننتقل للفوق. ماشي الحال مثلا فوق بحكي لي خلينا نبلش من 3 شهور، من 3 شهور ل 60 سنه. اوكي من 3 شهور لحد 60 سيفوتاكزم اور سيفتاكسون بلس فانكومايسين. اوكي كومباينيشن كلهم فيهم فانك مع سيفتاكسون. طبعا ليش عم نعطي لاحظوا انه هو ما اهتمينا بسودوموناس بس ستيل عم نعطي فانك سيلف رياكشن كومباينيشن مشان نعمل كومبليت كيلينج اللي هي الستريبتوكوكس نيومونيا بدنا يعني نكون اجريسيف معاها والنيستيريا. اوكي اذا هذا بالنسبه من 3 شهور ل 60. هلا خلينا نطلع فوق جروب بي ستريب، هدول كلهم اللي حكينا عنهم كيرسيا للستيريا بيمشي الحال مع انتي سيلر بلاستيك تاكسيم او انتي سيلر مع ماينر لاينستيريا. اوكي هذا هو الامبيريكال ثيرابي. ايش كمان
كمان ضل عندنا اللي هو الالدرلي بيشنت. بحكي لي بدنا نضيف عليهم امبيسيلين. حدا بيعرف ليش رح نضيف امبيسيلين بالالدرلي؟ مشان مين؟ مشان شو اسمها؟ اللي نفس عند الاطفال. مضبوط، الليستيريا. صح، اوكي. عشان الليستيريا رح نرجع نضيف اللي هو الامبيسيلين. سهله؟ صح؟ اوكي؟ مش حاسه، بس يعني انه المفروض انكم هلا هذا هي سهله من ناحيه الادويه، بس من ناحيه الاسماء العجيبه. لا هلا ما فيش اسماء، هلا بدكم تعرفوا هم نفسهم. اتفقنا من ستيريا وستريبتوكوكس نفسهم. على الاطفال بدك تضيفي جروب ستريب وستيريا، جروب ستريب من الام، ستيريا لانهم صغار، وعلى الكبار ترجع نفس المشكله الستيريا. اوكي؟ immunocompromised patients بحكي لي سيموتاكسم أو سيت رياكشن بلس فانكوميسن بلس أمبيسيلين. أوكي، ولكن إذا أنا شاك هنا سودومونس بحول على فانكوميسن مع دول كامارج لسودومونس. إذا هو يعني عشان ما تكتأب هو ما رح يجي الأمور في التعقيد هذا، يعني إنه نجيب immunocompromised وشاكين في سودومونس والستيريا ومش يعني مش بالعذاب هذا، يعني هي رح تكون أمور واضحة أكثر. أوكي، حدا عنده سؤال عليه؟ مهم كثير ماشي الحال؟ كثير مهم، ماشي. هلا السؤال اللي بيطرح نفسه انه احنا حكينا انه صار في سورس اوف انفكشن سواء كان من ساينوسايتس كونتيجيس او هيماتوجينس عن طريق الدم او دايركت انوكيليشن او ريأكتيفيشن اوف ليتنت ديزيز. هدول الاربع انواع مهمين، انه انا شو هم اسباب الكودي لمنجاكس، مين بيجي الباثوجين؟ يا اما انفكشن في مكان ثاني او بكتيريميا، برضو كمان ممكن يكون انفكشن في مكان ثاني، دايركت انوكيليشن تروما سيرجري، او انه رياكتيف اوف ليتنت ديزيز خصوصا اذا كان فايرال او تي بي. هلا بتعرفوا التوبركلوسيس في عندنا كامل في عندنا اكتيف، اوكي، نفس الشيء الفيروس. بالنهايه دخل على السي ان اس. هلا اتفقنا زمان من السي اس اف ايش ماله؟ اي انوكيليشن بيسبب عندي انفكشن بحكي لي رح يصير في عندي كونتاكت بكتيريا سيل وول، رح يعمل تريجر للسايتوكاينز، بليتلت اكتيفيتنج فاكتور كلوتينج كاسكيد بيشتغل، بعدين سايتوكاينز كاسكيد مهم، بعدين برد بارير بصير في مشكله، بزيد عندي الانتراكرانيال بريشر، بزيد عندي الكريز سيربرال فلو، بصير في عندي اسكيميك اندايركت تيشو. هذا اذا احنا ما عالجنا المريض. طبعا شو الاعراض رح يجي فيها مريض المنجايتس؟ خليني اروح على اللي هو الاعراض لنطول الاعراض. طيب خلينا نقرا الكيس كله. ان بي از 10 يير اولد 35 كي جي بوي وذ ا سيجنيفيكانت باست ميديكال هيستوري. هي از اكتيف ان سبورتس اند ريسنتلي ريتيرند فروم ا بيسبول تورنمنت وير هي ليفت ان شيرد هاوسينج وذ هيز تيمميتس. يعني هو كان بي كلوز ديبارتمنت. هي ناو بريزنتس تو ذا ايمرجنسي ديبارتمنت وذ ا 2 داي هيستوري اوف هيديك فيفر اند كونفيوجن. Physical findings and laboratory values of include temperature and 38.9, white disease 18.7, normal abnormal, و73 polymorphia nuclear cells neutrophils. برضو في عندي bacteria shift. Examination revealed macular rigidity. شو يعني macular rigidity؟ هم مرضى الاستحالة دائما بيشكوا من دائما typical findings stiffness في النك. Okay, stiffness في رأسه. And altered mental status. He is up to date in his vaccination. طيب بناء على اللي حكينا ايش الساين symptoms of fever next كلهم عندهم. هدول تقريبا 95% من المرضى بيجي باقل شيء تنتين من هدول الاعراض. اوكي، طب هسه لو حكينا المريض اجى عنده فيبر فقط، ماشي الحال، اجاك انت نفس الولد او خلينا نقول عمره 10 شهور اجى عنده فيبر بس، شو بدك تعمل فيه؟ طب انا ما بنشك. طب شو بدنا نشك؟ كونه احنا هلا اخذنا كل شيء تقريبا يعني خاص بالاطفال. فحصنا ما فيش وحلقه ما فيش. كملوا معي، تعبان الولد تعب. فحصنا ابنه منيح وفحصنا حلقه منيح. ليش ما اشوف اللاب فارمينز؟ اللي هم سجل قاعد شو بدك تعملي لهم؟ فحصتي لقيتي في التهاب. في الوايت ديزيز اليفيتد. شو النكست ستيب؟ كلتشر لايش؟ يعني كلتشر صح بس يكون معها شيء يعني. وين رحنا؟ عم بحكوا بس احنا بنسمعها بس. طب شو اللي خلاني فيفر بس اجاني فيفر فحصت عنده التهاب
رحت انا قررت انه افحص السي اس اف لون. هلا كيف بدي افحصه؟ شو بدي اعمل عشان افحصه؟ اخبر انفيسيف ولا مش انفيسيف؟ يعني لما انا بدي اخذ قرار تقنعيني انا ام بدك تقولي لي بدي اخذ الولد واعمل له خزعه، فانا يعني مش رح اقول لك بدي افهم شو اللي خلاك توصلي لهالمرحله، كيف بنوصل لهالمرحله؟ انا هذا بدي اوصل له لمبر فانكشن انفيسيف، مش والله يلا تعال طلع، لا يعني هي انفيسيف. انا شو بده يكون في عندي سيمتوم؟ هلا نكر ريجيديتي وهيديك، ورح نشوف كمان شوي بروتوزنسيتي وشغلات ثانيه اوكي، بس هو ما اجانيش الا فيفر، عملت سي دي سي الوايت ديزيز اليفيتد، شو النكست ستيب؟ شو النورمال؟ ها انت ما فحصتيش الا ابنه وحلقه بس يوريا يورين اوكي يورين اوكي، اخذت عينه فول اول شيء بفكر فيه باخذ عينه فول اول شيء يو تي اي بفحص لقيتها نورمال. نكست ستيب لا قبل السي اس اف، لازم تعملي وحده قبل السي اس اف بعدين بتفكري السي اس اف. بي سي ار بي سي ار ما هو بدل لك انه في انفكشن بس ما بيقول لك وينه. مظبوط بدي ادور عن انفكشن، فكروا معي فحصنا فقدنا نيمونيا نيمونيا اكس راي نكست ستيب عملت يورين اناليس كويس بعمل اكس راي كويسه الولد تعبان في اشي انتجت خلص بنقول بدنا نعمل لمبر هو مفروض انه من هون لعملت هاي وهاي لو انه فايرل لاي شيء خلص بلش تحسن بس في مرات بتسوء الحاله يعني خلص فعلا في زي بيرزستنت فيبر عملنا هيك وعملنا هيك وعملنا هيك ما في اشي او تو دايز بروح انا دغري بعمل اللي هو لمبر بانكشر اوكي طلع انه شو بلاقي في لمبر بانكشر بس برجع لحالي رح الاقي اللي هو تغيرات لمبر فانكشن السي اس اف مش بس بيهتلي اذا في وايت ديزيز هلا في عندكم بروتين وجلوكوز هدول بتغيروا حسب شو سبب الانفكشن يعني في فرق بين بكتيريا وفيروس في فرق بين فانجل وتوبركلوسيس كلهم قراءاتهم مختلفه هلا مش مطلوب منكم تحفظوا الارقام بس مطلوب تعرف انك تميز بين انه اذا بكتيريا او فيروس مادي اوكي يعني نطلع على البكتيريا الوايت بي سي بحكي لي بالبكتيريا بتكون تقريبا 1 لحد جريتر ذان 5 بالفايرال ماكسيموم 1 اوكي اذا نطلع على اللي هو النيوتروفيل بتكون تعود السي اس اف مش دم هذا السي اس اف بيقول لي 80% النيوتروفيل بينما بالفايرال 50% البروتين اكثر من 100 بالفايرال من 50% ما بيتجاوز ال 100 الجلوكوز من 5 ل 40 وبالفايرال من 30 ل 70 هدول مهم تكونوا انتم قادرين تميزوهم اه يعني افرض مش يعني خلص تذكري انه مثلا فوق ال 100 البروتين والجلوكوز لحد 40 كويس ضروري ماشي الحال طيب هاي طبعا اكيد الفنجل له قراءات مختلفه والتيوبركلوز له قراءات مختلفه احنا رح يكون الفوكس تاعنا فقط البكتيريا والفايرال لانه الفنجل مننجايتس كثير كومون بالميونوكومبرومايز بيشنت يعني برضه الاتش اي في بياخذوا كيموثيرابي من هذا الحكي طيب خلينا ناخذ